الفرقة 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 فرقة في الدرب الفرقة في الحومة الدم كيسري روحنا مسمومة بلاد عربية كنا كاينين ما يهمش شكون ما يهمش منين باصي لابال هاك ارات ماركة البيت سيفلات سفارة خوات ربح وبكى الخسارة صحاب في التيران وحتى بارة yeah. شادين فاليز قاصدين المطار فيما مشينا مخلي الاثار فرقة انتوني الو قطار غنديك تعيش معنا الشهر شعل تيفي تسمع الاخبار الفرقة معاك كل النار هزين درابو في كل دار روحنا القيد من صافي امرك تشوف لونا طافي نجري معاك برجلي حافي ما تطيحش الراية من كتافي الفرقة 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 كل شي بدا بكلمة ديال تخيل تخيل ندوزو التومون تخيل ندوزو الربع تخيل ندوزو النصف وهاد كلمة ديال تخيل وصلتنا النصف يعني المغرب اليوم ما بين اروع اربعة الفرق في العالم كاملين غير بتخيل اليوم جينا باش ناخذوا التيكيتات ولقينا بزاف ديال الناس هنا راه اكثر من 10000 كل اخويا معجب بالنسبه لنا حنا راه جينا مع الخمسه كاين اللي جا مع الاربعه كاين اللي جا مع الثلاثه كاين اللي بات هنا احنا صابرين على قبل المنتخب ان شاء الله اليوم جيت مع ثلاثه ديال الصباح هادشي كامل على قبل المغرب صراحه الدراري فرحنا والله تشافرحنا بزاف خدينا التيكي حيت جينا مع 7 الصباح كاين بنادم جاي مع 4 مع 2 الليل وبنادم جاي مع المانطا والشتا والبرد عرفتي هاد الورقه هادي وهاد البيك ما تتباعش بالثمن ما تتوصف لك الشعور ديالنا الفرقه حنا دابا غادي للسطاد ديال التمامه باش نتفرجوا في الماتش ديال المغرب ضد البرتغال هاد السطاد دربحنا فيه جوج مرات وان شاء الله نزيدوا ومازال تاهلوا نصف النهائي كتبان بلي شي حاجه صعيبه انني نقولها في هاد الوقيته هادي ولكن حتى شي حاجه ما مستحيل ودابا ولاو واخدين قرارات صارمه انه ما عندش الحق حتى شي واحد يدخل من هاد البريد هذا الا الا ما كان عنده تيك فهاد اللحظه اللي كنهضر معكم دابا بالنسبه للتشكيله ديال المغرب ما كاينش اكرد وما كاينش مزراوي داخل بلاصه عطيه الله بلاصة غير داخل يميق واش هادشي غادي يخلي المنتخب المغربي الدفاع ديالو يتغير ولا غيبقاو لاعبين بنفس الروح الجمهور المغربي غادي يكون طاغي في الملعب على الجمهور البرتغالي بالسعوديه بالسعوديه والله شجع المغرب الله يحفظك بس باش تبدا المقابله بقى ساعه بالضبط ولا الشورايا هذا المدخل الرئيسي تقريبا وشوف ما شاء الله الجمهور داخل بنظام وكل شيء داخل بورقه ديالو العالم العربي كامل جاي يساند المنتخب المغربي هذا الماتش هذايا ماشي نورمال واحد ستريس وليبيه ما كاينينش والدراري حنا بيناتنا ديال الفرقه ما تلاقيناش في البلاصه خصنا نتلاقاو فيها بحال ديما باش اننا ندخلوا نتفرجوا مصطفى انا وياه مصطفى اليوم طلع لي انا هذا الطانطو للراس انا ديالي سعد عبيد ما عرفنا هو عادل ما عرفنا هو رضا ما عرفنا هو ما دخلنا بالسوسين كشيف نمسي لكم واحد الحاله اش اول معصر اول مره نتعصبوا في الجروب دكتور عبيد مشى تما معصم ما بقاش باغي يهضر معانا دابا هو الطريق انا خرجتني لهنايا وغادي كنقلب عليه وهي الطريق راه مشى اخرى وقال لي علاش ما لقيتيش بجا صافي دابا دير لي ستريس باش نوصل لهنايا وا صاحبي شنو ندير دير لي ستريس مصطفى وما دير لي ستريس بقاش دير لي الفرقه المهم حنا دخلنا التيران اللعابه كيديروا الله يسوفهم كنتمنوا لهم حظ موفق ان شاء الله اليوم فريمون واحد دخلنا للستاد قانون واحد كنعرفوه تكون عندهم كره نصفروا تكون عندنا كره سير 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 صافي حفظنا هذا الشيء بدا الماتش يلا بدا الماتش الجماهير خدمتها الكره عند البرتغال بزاف اول سكره سكرونا دابا باش بدا الماتش هذا دابا حنا هنا مصطفى مخلطه القديمه بين التعصيبه وما بين في الاخر دخلنا انا ومصطفى ريحنا فين ريحنا في الفوق لاول مره صراحه كتفرج مزيان ولكن واحد الخلعه دينا انا وياه راه ما يمكنش لا 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 الاجواء كيف ديما الجمهور نعم سيدي في المستوى ما كاين حبيبي غير واه واه وسط من بزاف ديال الستريس نصيري ركب تيربو في رجلي تهز واحد العلو اللي بزاف بق ماركة البيت الدنيا تهزات كلشي فرح زادنا الحماس وبقينا غاديين هكاك حتى سالات الميطه الاولى ديك
نصير فين طار، راه ما يمكنش فين طار، راه فات الكول. الله يعطيه الصحه. واحد الزيرو لصالح المتحد المغربي. خويا خويا الدراري تبارك الله عليكم، ليفل عالي جدا. في هاد اللحظة دخلوا كريستيانو، واش كريستيانو يخلعنا حنايا؟ لا 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 لا. ميطة الثانية غيدخلوا كريستيانو، كريستيانو يخلعنا حنايا، ما كاينش شي حاجة سميتها كريستيانو، سدوا عليه موضوع، ما كيتحركش، كيدوز من هنا كيلقى واقف ليه شي واحد، من هنا واقف ليه شي واحد خو. يا السواعد حمراء خارجين العاب حمراء، ما عرفتش علاش كبيره ضرب حمراء خصخون دقائق الاخرين كيتطرد العاب، وتخيلي اللحظه الصفراء وغادي يعاود ياخذ صفره اخرى، اعصاب واحد ستريس. دابا كانوا يكونوا جوج زيرو، يلا نقولوا واحد البيت خيالي. اخويا اش نقول لك دقيقة 77 دابا يا مازال واحد الزيرو، اي واحد يزيد راسو راسو يبوها. في هذا الماتش هذا اللي جاني انا سكت وسكننا بزاف البيوت، كان يمكننا نكملوا بواحد 3 ولا 4 0 فاسين. على السيناريو رونالدو كان هي ماركي دابا. صافي يا بصح. دقيقة دابا 80، المغرب رابح 1-0. هذوك الدقائق باش يسالي الماتش كنحسبوا فيهم وحده بوحده، شي مخدم الكرونو وما تيقش في المكانه اللي كاينه في التيران، شي كيحسب شي داير بحال هكا، حتى سمعنا التصفيره ديال سالا الماتش، النص مصدوم وما تيقش باللي دزنا للدومي فينال، النص غيطير بالفرحه، ولكن بصح دزنا للدومي فينال، يس المغرب في الدومي فينال. رونالدو وينو كسرنا عينو، تمام رونالدو شكون؟ رونالدو تيبكي حيت اخر كاس العالم له، كان باغي يديها دابا ما يقدرش يبقى يلعب كاس العالم. انا بعدا شخصيا الاحساس اللي كنحس به واحد مخلط ما بين فرحه صدمه وما عرفتش في شكل. اول حاجه بعدا درناها من سالينا هي اننا مشينا جمعنا الزبل ديالنا في البلايص اللي كنا جالسين باش نكملوا هذه الحمله ديال النظافه اللي بدينا في الاول. ما هادشي اللي عشنا زعما سي كيك شوز دو ميمو، غنقدر نعاودو لولاد ولاد 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 ولادي. بلاتي بلاتي، واش دابا حنا في النصف النهائي؟ واش نصف النهائي؟ كأس العالم؟ واش ديال الدهب؟ ماشي إفريقيا. ولاين أنا مازال والله ما مستوعب، مستوعب أنت؟ المغرب في الدومي فينال، هادشي ما كيعنيش باللي غيفرح غير المغاربة بوحدهم، العرب كاملين غيتهزوا، العرب كاملين فرحانين، حيت هاد الإنجاز هذا لأول مرة عربيا غادي يوقع في كأس العالم، شي حاجة اللي ماشي سهلة وشي حاجة اللي صعيب يتوقع على الدماغ. هاد الأمباكت ديال هاد كأس العالم غادي أمباكتي المغاربة في قلوبهم في دماغهم، وغادي يوليو يشوفوا الحياة بطريقة بوزيتيف، وخا المشاكل كيف ما طرا مع المنتخب، راه كلشي كان حاقر ناصح، المغرب هاي كرة بينات، وديما كنقولها، والله تاع عندنا ما نقول، خصنا غنتيقوا في راسنا، يعني أنت تقدر دير في حياتك داكشي اللي احسن واحد في الارض يقدر يديرو الا بغيتي ودرتي النيه وكنتي كتخدم. المغاربه اللي كيشوفوا هذا الفيديو هذا، هادشي اللي كنعيشو تاريخي وما غاديش ننساوه، كل حركه كديرها كل حاجه كديرها بقلبك وكتحس بها راك كتكتب بها التاريخ. امن بالمنتخب ديالك، امن براسك كمغربي، هز راسك كمغربي، حيت هادشي اللي دار ماشي عادي. هادشي اللي كنعيشوه اليوم راه فضل الله سبحانه وتعالى، الله يوصلنا للفينال ونديو كاس العالم. وأتخيل تلا لي فراسك الفرقة 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 يا الفرقة في الدرب الفرقة في الحومة.